السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تكتب من خلال الصوت في جوجل دوكومنت من تولز، تقدر تختار فويس تايبنج وتبدأ تختار من هنا اللغة العربية موجودة وأغلب اللغات موجودة. أجي هنا أقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عمر عبد الله حسين إمام سليم، فكما ترى يمكنك الكتابة من خلال الصوت.